خلوني أختم مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه الفقرة من استعراض الأخبار قبل ما نبدأ فقراتنا الحوارية. جهاز الأمن السري في الولايات المتحدة اعترض طرود مشبوهة كانت في طريقها للبيت الأبيض ومقر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون. وسائل الإعلام الأمريكية أفادت بأنه تم العثور على طرد مفخخ في بريد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري. بالتزامن مع ذلك تم اعتراض طرد مشبوه تم إرساله لمنزل الرئيس السابق باراك أوباما. صرح مسؤول أمريكي بأنه الجسم المشبوه اللي عثر عليه بالقرب من منزل بيل كلينتون شبيه بالجسم المفخخ اللي زرع قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس الواقع في مقاطعة ويستشير بولاية نيويورك. طبعا البيت الأبيض أدان محاولة الهجوم وشدد على أنه ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال هذه الطرود المشبوهة.